السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ دي إن شاء الله المحاضرة التالتة في الـ e-learning للـ financial accounting 1، اللي بنتكلم فيها على الـ accounting cycle أو simple accounting cycle اللي عملت هنت عنها في المحاضرة اللي فاتت. ده الجزء الأهم والجزء الأساسي بالنسبة لنا أو الكور بتاع المادة. هنشوف مع بعض في السلايدز اللي جاية إزاي بنقدر نعمل الاناليسيس او التحليل للحسابات عشان اعرف الديبت بالانس او الديبت اكاونت والكريدت اكاونت. هنبدا نشوف مع بعض في السلايدز اللي جايه بالتفصيل ازاي بنقدر نعمل ده وازاي بنقدر نعمل ريكوردنج وبنكمل الاكاونتنج سايكل مع بعض ازاي. هنا السيمبل اكاونتنج سايكل ستيبس، هنا عندنا 4 ستيبس. اول حاجه ريكوردنج ترانزاكشن in journal، بعدين posting من ال journal إلى ledger to ledger account، بعدين summarizing trial balance بلخص في ميزان مراجعة، ومنه بعمل ال financial statements دي الخطوة الأخيرة، وده يعتبر كده المنهج الكامل بتاع ال financial accounting 1. طبعا الخطوة الأولى هي recording لل economic transaction، دي هي اللي بيكون فيها الجزء الأكبر أو التركيز، وبعد كده بنكمل الأربع خطوات دول بالشرح في السلايدز اللي جاية مع بعض. بصوا يا شباب، السلايد دي فيها شوية كلام يعني لازم نعرفه. كلمة account أو الحساب معناها إيه، والـ types of account عندنا permanent account و temporary account، والفرق بينهم إيه. الاكونت او الحساب ده بيبقى في الاكونت شكله شكل تي، حرف تي كده، بيكون في لو سجلنا في الجانب اليمين منه ليها معنى او في الجانب الشمال ليها معنى، فلازم نكون فاهمين ايه الدلالات او ايه المعاني لو حرف التي ده سجلنا في يمينه او في شماله. فهنا بيقول لي an account represent a document used، هو عبارة عن وثيقة used to record، نستخدمها عشان نسجل all similar transaction. يعني بنعمل account مثلا للكاش، يبقى كل transaction اللي فيها كاش هتتسجل فين؟ في الاكونت بتاع الكاش. عملنا account للكارز، يبقى كل transaction مرتبطة بالكارز هتبقى في الاكونت بتاع الكارز، وهكذا. in consist of بتحتوي على ايه بقى؟ title اللي هو العنوان، تمام، هو اسم الحساب يعني، debit column اللي هو جانب الديبت، and credit column اللي هو جانب الكريدت، جانب debit وجانب credit. The left side of an account is the debit side and the right side of the account is credit side. طبعا ده بالانجلش، لو بالعربي بنعكس يعني، هنا عندنا في الانجلش بيكون ال left side هو الديبت والرايت سايد هو الكريدت، في العكس بقى في العربي، لان انا بيبقى من اليمين للشمال، المدين هو اليمين والدائن هو الشمال، لكن احنا عندنا هنا في الليفت هو الديبت والرايت هو الكريدت. طيب the balance of an account is determined by subtracting the smaller sum debit or credit from the larger sum، يعني بمعنى ان رصيد الحساب هو الفرق ما بين الجانب الاكبر والجانب الاصغر. ان كان بقى الجانب الاكبر ده هو الديبت او الجانب الاصغر هو الكريدت، مش فرق، المهم ان الفرق بين الجانب الكبير والجانب الصغير او الرصيد الكبير والرصيد الصغير هو ده الايه، قيمه او رصيد الحساب بتاعنا. عشان كده لما بنيجي نطلع البالانس بنقول التوتال ماينس الاندنج ماينس السمولر بالانس، عشان يديني الاندنج بالانس اللي هعمل له ترحيل للرصيد ده للسنه اللي بعدها. All transactions are recorded in the journal in a process known as journalizing. When the information recorded in the journal transferred to individual account, this process is known as posting. Total debits and the credit of any transaction must always be equal. طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه هنا بنقول ان كل المعاملات بنسجلها في حساب او في سوري فورم اللي هو الجورنال اللي هو دفتر اليوميه، بيكون متقسم لديبت وكريدت، وبعد ما بنسجل في دفتر اليوميه ديبت وكريدت بنرحل بنعمل بوستنج من الجورنال للليجر في شكل ايه؟
برضو بيكون اكونتس ليها جانبين ديبت وكريدت، فموضوع الديبت والكريدت هنا بيكون ساري معانا في الجورنال وفي الليدجر. المهم ان التوتال ديبت لازم بيساوي التوتال كريدت زي ما اتفقنا في بداية الكلام. طيب نيجي بقى هنا، يبقى احنا عرفنا كده ان الاكونت شكله ايه ومعناه ايه والجانب الديبت ايه والجانب الكريدت ايه. طيب نيجي بقى بعد كده، قبل ما طبعا احنا لسه ما صنفناش بنعرف الديبت والكريدت ازاي، لكن ده شكل الحساب بس، انا بتكلم على الجانب الشكلي. لما هنفهم دلوقتي ان شاء الله في السلايدز الجايه ازاي نصنف او نعرف الديبت من الكريدت بكونسبت معين كده او بطريقه معينه هنشوفها مع بعض. طب ايه هي بقى انواع الاكونتس؟ في عندي بيرمننت اكونتس وفي تمبرري اكونت. البيرمننت اكونت اللي الحسابات الدائمه او المستمره، التمبرري اللي هي ايه الحسابات المؤقته، بمعنى ان في حسابات انا بفتحها وبقفلها في نهايه السنه، بفتحها في بدايه السنه واقفلها في نهايه السنه، دي تمبرري. البيرمننت اكونت هي الحسابات المستمره، يعني بفتحها وبتفضل معايا وبحالها رصيد نهايه السنه دي تبقى رصيد بدايه السنه الجايه وهكذا. دي حسابات بتاعت البالانس شيت اللي هي ايه؟ الاسيتس والليابيلتيز والاونرز ايكوال. لكن حسابات الانكم ستيتمنت اللي هي بتاعت الريفينيوز والاكسبنسز والبروفيت واللوس، دي كده كده بتتقفل في نهايه كل سنه. هنا البيرمننت اكونت ار اسيتس ليابيلتيز اند اونرز ايكوتي، زي ما انا قلت لك دول حسابات ايه؟ البالانس شيت. زي ابير اون ذا بالانس شيت، بتظهر في البالانس شيت. لكن التمبرري اكونت او الحسابات المؤقته، ار ريفينيوز اند اكسبنس ار ديفايدد اكونتس اكسبكت except for dividends، باستثناء الديفيدنس لانها بتكمل معانا. they appear in the income statement companies periodically close temporary accounts they don't close permanent accounts. في نهايه المده في نهايه السنه بنقفل الحسابات المؤقته، لكن بتستمر معانا الحسابات الدائمه من سنه بتطلعها للسنه اللي بعدها وهكذا. طيب هنشوف كده في نكمل في السلايد الجايه تفاصيل الكلام ده. طيب هنا بنيجي نتكلم على الدبل انتري سيستم او الدبل انتري ميثود او الدبل انتري ثيري، نظريه القيد المزدوج او طريقه القيد المزدوج او نظام القيد المزدوج. احنا هنا معناها ايه؟ معناها ان كل عمليه بيكون ليها تاثير متساوي على جانبين، جانب الديبت وده جانب الكريدت، لازم يكون التاثير ده متساوي، كل عمليه بيكون ليها جانبين، جانب ديبت وجانب كريدت. وتأثير العملية دي على التوتال ديبت والتوتال كريدت لازم يكون متساوي. فهنا بنقول the traditional approach used to process transaction is known as double entry system which a systematic method for recording financial transaction. دي طريقة منظمة لتسجيل المعاملات المالية. طيب the term of double entry system جت منين بقى؟ from the requirement that each financial transaction be recorded in two or more accounts. يعني جانبين، جانب ديبت وجانب كريدت. ممكن الجانب الديبت ده يبقى فيه اكتر من اكاونت، يعني مش معنى الدبل معناها ان هما تو اكاونتس، لا هما تو سايدز، سايد ديبت وسايد ايه كريدت. ممكن الديبت يبقى فيه اكتر من حساب او حساب واحد، ممكن الكريدت يبقى فيه حساب واحد او اكتر من حساب، بشرط ان التوتال ديبت يساوي التوتال كريدت. هو ده اللي احنا بنقوله وبنأكد عليه على طول. طيب بيقول لي in two or more accounts which equal dollar amount of both debit and credit interest. As a result of this system the accounting question always remain in balance. يبقى نتيجة ان اصلا انا ببدأ بطرفين متساويين وكل عملية بعملها لازم يكون تأثيرها على الطرفين متساوي، يبقى في كل وقت الطرفين متساويين، خلاص كده بالنسبه لي الموضوع ماشي بشكل ايه؟ سيستماتيك ومنظم. Steps of recording a journal using double entry method. هنا بعمل analyze the financial transaction وبعدين determine the debit and the credit accounts وبعدين total debit and credit accounts must be equal for each transaction. دي خطوات التحليل بتاعي اللي بعملها، بحدد ايه هو محلل المعاملات، بحدد طرف ديبت وطرف كريدت لكل معاملة، ثم بتأكد ان مجموع الديبت يساوي مجموع الكريدت. دي يا جماعة اهم سلايد موجودة معانا بتهيألي في كل المحاضرات، يعني اجزم ان هي مش بتهيألي، اجزم ان هي اهم سلايد في الفاينانشال اكاونتنج كلها. دي بتورينا الايكويشن فوق، الاسيتس ايكوال لايبيلتيز بلس اونرز ايكويتي، وزي ما قلت لك ان الاسيتس ترمز الى الديبت اسيتس،
ده ديبت بالانس، لان هي طبعا الاسيتس كلها ديبت، فما فيش خلاف ان هي ديبت بالانس، والليابيلتيز والاونرز ايكويتي كريدت بالانس. اوكي طيب، عندنا بقى شويه اشتقاقات منها لازم نكون فاهمينها كويس قوي. اول حاجه انا بصنف الاكسبنسز والبرشيزز واللوس والويذدرولز ان هي ديبت، والريتيرن والديسكاونت بتاعت السيلز ديبت، وفي الناحيه الثانيه الريفنيوز والسيلز والبروفيت والانفستمنت والريتيرن والديسكاونت بتاعت البرشيز ان هي كريدت. طيب ازاي الكلام ده؟ لو بصيت هقول ان الاكسبنسز والبرشيزز واللوسز، اي حاجه عشان اقدر اصنف وافهم ده ان هو شكل من اشكال التصنيف بشكل سليم، لازم افهم الطريقه اللي انا بصنف على اساسها. اول حاجه بقول ان ده او اي حساب بيكون، او اي معامله يعني بيكون فيها التزام عليا او بتزود التزام عليا او ضد مصلحتي، بصنفها ان هي كريدت. واي حاجه ايجابيه بالنسبه لي او بتقلل التزام عليا، بصنفها ان هي ديبت. طيب لو مشينا بالطريقه دي، الاسيتس طبعا دي من ضمن الممتلكات او الموجودات اللي بستخدمها عشان تحقق لي بنفيت، فهي ديبت، دي واضحه. اللايبيلتيز دي التزامات عليا اصلا، فهي كريدت. الاونرز ايكويتي التزامات على الشركه برضو بس للاونر، وهي كريدت، فدي واضحه. لكن الاكسبنسز، انا بدفعت اكسبنس او دفعت مصروفات، المصروفات اللي انا دفعتها دي ليه؟ عشان يجي لي من وراها بنفيت. وقللت التزام، دفعت الايجار، كان عليا ايجار ودفعته، فالالتزام بتاع الايجار قل. كان عليا سالاريز مرتبات العمال ودفعتها، يبقى الالتزام عليا قل. في نفس الوقت انا هيجي لي من ورا المرتبات اللي انا بدفعها للعاملين دي اداء عمل، وهيجي لي من ورا بنفيت، يبقى انا ده جاي لي من ورا بنفيت. عشان كده الاكسبنس صنفت ان هي ديبت. البرشيز صنفت ان هي ديبت، انا بشتري مواد خام عشان اصنعها، او بشتري بضاعه عشان ابيعها. في كلتا الحالتين هتبقى ديبت لانها هيجيلي من وراها بنفيت. طب اللص ازاي ديبت؟ اللص يا جماعه مش هنقول ان هي حاجه ايجابيه بالنسبه لي، لكن هي بالنسبه للبيزنس، احنا اتفقنا ان البيزنس في الاذر سايد بتاعت الاونر. بالنسبه للبيزنس الاكسبنسز، سوري اللوسز او الخساره دي تخفيض في الالتزامات، يعني لما النشاط او الشركه تطلع النتيجة صافي خسارة، هل هي كده مضطرة لتوزيع أرباح؟ لا طبعا. هل مضطرة تدفع ضرائب؟ لا طبعا. هل مضطرة إن الأونر نديله فلوس؟ لا طبعا. يبقى اللوس بتقلل التزامات المشروع، يبقى هي بالنسبة لنا ديبت. يبقى الموضوع هنا بالصنارة بزاوية مختلفة شوية، إن اللوس بتقلل التزاماته وبالتالي هي ديبت. طبعا هيبقى نفس العكس الكلام في بالنسبة للبروفيت طبعا. طب الويذدرولز مسحوبات المالك، المالك سحب فلوس، الفلوس اللي بيسحبها دي بتقلل التزامات المشروع تجاه المالك، تجاه الاونر، وبالتالي طالما قلل التزامات، يعني هو كان ليه 1,000,000 جنيه سحب منهم 100,000 جنيه، يبقى بقى ليه كام؟ 900. يبقى الفلوس اللي قلت من 1,000,000 ل 900 بايه؟ بالويذدرولز، فهي بالنسبه لنا ديبت. طيب تعالى الناحيه الثانيه، الريفينيوز كريدت. ليه كريدت؟ لان حضرتك لما بتحقق ايرادات او بتحقق سيلز اللي بعدها او بتحقق بروفيت اللي بعدها، الثلاثه في نفس السكه، دول بيزودوا من قيمه او من ارباح الشركه او من، وبالتالي بيزودوا التزامات على الشركه. لما بتحقق ايرادات بيبقى فيه التزام عليك للضرايب، بتحقق ارباح بيبقى فيه التزامات عليك للضرايب، بتحقق مبيعات التزام عليك للضرايب، التزام عليك للاونر، التزام عليك للعاملين، توزع ارباح. لكن الناحيه الثانيه لما كان بتحقق خساره بتقل الالتزامات، يبقى في الحاله عكسيه. يبقى الريفينيوز والسيلز والبروفيت كريدت، في حين ان الاكسبنس والبرشيز واللوس ايه؟ كانوا ديبت. الويذدرولز كانت ديبت، الانفستمنت كانت تبقى كريدت. ليه؟ لان الاونر لما بيعمل انفستمنت ده بيزود التزام الشركه تجاه الاونر، وبالتالي ده ايه؟ كريدت بالانس. نيجي بقى للريتيرن ديسكاونت. انا هنا بقول لك الريتيرن ديسكاونت للسيلز ديبت، لانها بتعكس طبيعتها يا جماعه، الريتيرن والديسكاونت بيعكسوا طبيعه الحاجه اللي بتيجي بعدهم. يبقى السيلز اصلها كريدت، لما تبقى قدامها ديسكاونت او ريتيرن تتعكس تبقى ديبت. طيب البرشيز اصلها ديبت، لما يجي قدامها ريتيرن او ديسكاونت تبقى ايه؟ كريدت. الموضوع بمنتهى البساطه. يبقى هنا بمنتهى البساطه هنا نقدر نقول ان الاكسبنس والبرشيز واللوس والويذدرولز دول ديبت، ومعاهم الريتيرن والديسكاونت بتوع السيلز. الناحية التانية الريفنيوز والسيلز والبروفيت والانفستمنت كريدت، ومعاهم الريتيرن والديسكاونت بتوع البرشيز. يبقى دي أول قاعدة، الحاجة اللي بالنسبة لي إيجابية
او بتقلل الالتزام عليا صنفها ديبت. سلبية او بتزود الالتزام عليا تبقى ايه؟ كريدت. طب تعالى بقى، هل دي قاعدة انك هتحط الديبت في الديبت على طول والكريدت في الكريدت على طول؟ لا، ده الناتشر، الطبيعة. لكن احيانا بنحط الديبت في الكريدت والكريدت في الديبت. قال لا، طب ايه بقى، ازاي بنعمل الكلام ده؟ القاعدة التانية بقى، لو انت عايز تزود الديبت تحطه في الديبت، او الديبت بيزود الديبت. طيب لو الديبت عايز تقلله حطه قدامه ايه؟ كريدت. يبقى الديبت بيزيد بالديبت ويقل بالايه؟ بالكريدت. والناحية التانية نفس القصة، الكريدت عايز تزوده حط عليه كريدت، عايز تقلله حط قدامه ايه؟ ديبت. يبقى الكريدت بيزيد بالكريدت ويقل فين؟ في الديبت. يبقى الديبت بيزيد في اتجاه الديبت والكريدت بيزيد في اتجاه الكريدت، لكن الديبت بيقل يبقى كريدت، والكريدت يقل يبقى ديبت. بتعكس الحالة، يبقى بنعكس الحالة في حالة الديكريزنج. يبقى الديبت لما يقل يبقى كريدت، والكريدت لما يقل يبقى ديبت، او الديبت بيقل بالكريدت والكريدت بيقل بالديبت. يبقى بيقل بالعكس، بيزيد في نفس الاتجاه. كأنك بتقول ايه؟ موجب موجب بيساوي رقم كبير موجب، سالب سالب يساوي رقم كبير سالب، كأن ده الديبت وده الكريدت. لكن لما تقول موجب سالب يبقى ده بتطرحه من ده فبيقل. يبقى هنا الموجب لما يجي وراه سالب بيقل، والناحية التانية السالب لما يجي وراه موجب بيقل، لأن بياخدوا من بعض. نفس الفكرة، الديبت لو حطيت قصاده كريدت بياخد منه يقلله، والكريدت لما تحطه قدامه ديبت ياخد منه يقلله، لكن الكريدت معاه كريدت يزيد أكتر كريدت، الديبت معاه ديبت يزيد اكتر ديبت. اظنه كده ايه الموضوع بقى اكثر وضوحا. يعني ده ملخص the following rules for increasing and decreasing account. Assets account normally have debit balance and are increased by debit, decreased by credit. الاصول حسابات طبيعتها مدينة وبتزيد في المدين وبتقل بالتاني. Liability account normally have credit balance and are increased by credit with decreased by debit. Owner's equity normally have credit balance, نفس الفكرة الكلام اللي قلناه، and are increased by credit, decreased by debit. Owner's equity اللي يعني الكريدت بيزيد بالكريدت ويقل بالديبت، والديبت يزيد بالديبت ويقل بالكريدت. Revenues account are increased when credited أو decreased with decreased by debit. Expenses account are increased when debited with decreased by credit. ماشي يا جماعة، ده ملخص القواعد اللي احنا قلناها. نشوف بعد كده example ان شاء الله ونحله مع بعض في السلايد اللي جاي. طيب هنا ده يا جماعة example معانا، بيقول لي هاني سنتر is a new business was organized في 1st January. The following transaction، مجموعة من transaction حصلت في شهر يناير. هاني ديبوزيت 45,000 جنيه in a bank account in the name of the business. طبعا احنا هنا هنعمل الاول الجورنال، احنا نعرف بس الديبت والكريدت زي ما احنا اتفقنا. وهو طالب مني في هنا في الاخر ان انا اعمل الجورنال انترست فور شهر يناير ده، وهنكمل حتى الجورنال والليجر والترايل بالانس للتمرين ده يعني. يبقى هاني الاول عمل ديبوزيت ب 45,000 جنيه. معنى كده ايه؟ بالنسبه للبيزنس، احنا مالناش دعوه بهاني اللي هو الاونر، بالنسبه للبيزنس 45,000 جنيه زادوا في الكاش، فيبقى عندي في الكاش هنا اكونت كاش زاد ب 45,000 جنيه، وهو ديبت، واحنا اتفقنا ان الديبت لما يزيد يتحط فين؟ في الديبت. فيبقى البنك او الكاش هيتحط 45,000 جنيه في الديبت. قصاده ايه بقى؟ ها، ده اول حاجه، ده فورمنج او فورميشن ل النشاط ده للبيزنس ده على طول. يبقى قصاد الكاش اللي هيتحط او الاسس اللي هتتحط دي في كابيتال، بما ان هاني هو اللي عمل الديبوزيت ده، ده راس ماله، فيبقى قصاد ده كابيتال، فيبقى في 45,000 جنيه في الديبت كاش، قصادهم 45,000 جنيه في الكريدت ايه؟ كابيتال. وده هنقول اونر ستارتد هيز بزنس باي انفستنج 45,000 جنيه ان كابيتال. هنشوف ده حالا دلوقتي مع بعض في السلايد اللي جاي. Purchase building، اشترينا building ب 140,000 جنيه. Cash down payment 28,000، 20% مثلا. Was made and not payable was issued for the balance of purchase price. اشترينا مبنى ب 140,000 جنيه، دفعنا 28,000 جنيه مقدم والباقي كتبنا بيه شيكات. طيب البيلدنج هنا زاد ب 140,000 جنيه، والبيلدنج ده ديبت، فهو اصله هيزيد، فيتحط فين؟ برضه في الديبت ب 140,000. فهيتحط عندي في جانب الديبت
البيلدنج ب 140,000 جنيه. طب الجانب الكريت هيبقى فيه ايه؟ الكاش قل ب 28,000، فهيتحط الكاش ديبت لما يقل يبقى كريدت، ويتحط 28,000 جنيه في الكريدت. باقي بقى طبعا لازم التوتال ديبت يساوي التوتال كريدت. انت عندك 140 ديبت وعندك 28 في الكريدت، يبقى الفرق لازم يظهر في الكريدت برضه. يبقى ال 140,000 في الديبت دول، اوكي، في الكريدت هيبقى فيه 28,000 جنيه كاش، وهيبقى عندي الفرق ما بين 140 و 28 112,000 جنيه. دول ايه؟ التزام علينا في شكل ايه؟ في شكل نوتس بيبل، وهيبقى في الحاله دي في الكريدت بالمبلغ الباقي. ماشي يا جماعه؟ طيب لو جينا هنا شفنا الترانزاكشن اللي بعدها، هنلاقي ان عندي purchased equipment ب 4000 جنيه كاش، يبقى الاكويبمنت هتزيد ب 4000 جنيه والكاش هيقل ب 4000 جنيه. طيب اللي بعدها purchased stocks of goods ب 3000 جنيه from السلام كومباني. اون كريدت، اون كريدت يعني معناه ايه على الحساب؟ يبقى في هنا اكونت بيبل ب 3000 جنيه، والجودز او البضاعه اللي اشتريناها ب 3000 جنيه في جانب الديبت، والاكونت بيبل في جانب الكريدت. طيب ده كله هنشوفه حالا في السلايد اللي جايه بالحل بتاعه في الجورنال. بيت 2000 فور اود السلام كومباني، دفعنا 2000 من الفلوس اللي علينا السلام كومباني، كان علينا 3 اللي هم اكونت بيبل، يبقى ال 2000 هيتدفعوا، فالكاش هيقل بدل ما يبقى في الديبت يبقى في الكريدت، والاكونت بيبل هي كريدت هتقل تبقى ديبت بال 2000 جنيه. بيت اكسبنس 2500 جنيه، فاليوتيلز اكسبنس اصلا الاكسبنس كلها ديبت زي ما اتفقنا، والكاش هيقل ب 2500، يبقى فين؟ في الكريدت. طبيعي انت عرفت واحده ديبت يبقى الثانيه كريدت. earned fees revenues amount 5000 جنيه received half cash، قدمنا خدمات ب 5000 جنيه وحصلنا نصها نقدا، يبقى 2500 كاش و2500 فلوس لينا اللي هم account receivable قصاد ال 5000 جنيه service revenues اللي هيبقوا موجودين عندنا. هنشوف حالا دلوقتي الكلام ده في السلايد اللي جاي ان شاء الله. ده كده يا جماعه قدامنا الجورنال اللي احنا شرحناه في السلايد اللي فاتت. اول ترانزاكشن لما بيكون الاونر بيكون البيزنس بتاعه، بيعمل فورميشن للبيزنس، بيعمل انفستمنت في شكل كابيتال، فبيكون عندي هنا الكاش والكابيتال 45,000 في الديبت و45,000 في الكريدت. وهنا الكومنت اللي بنكتبه او الاكسبلينيشن بنقول owners invested cash in to begin business، يعني اكتبها باي صيغه انت توضح ان انت عارف ايه اللي حصل وبتوصفه يعني. طيب تاني ترانزاكشن كان تم شراء بيلدينج، فبنقول بيلدينج في الديبت ب 140,000 جنيه لان البيلدينج زادت وهي ديبت فبتحط في الديبت، والكاش قلت لان الدفع 28,000 فالديبت اتقلب يبقى كريدت حل زي ما اتفقنا حالة النقص بنعكس. نوتس بيبل المبلغ الباقي بتتعمل بيه شيكات، فبيكون التزام علينا في الليابيلتيز بتبقى كريدت 112,000 جنيه، وهنا برضو بنكتب النوتس بتاعتنا. بعد كده في equipment purchasing equipment، طبعا purchasing cash هيبقى equipment وكاش، الايكويبمنت زادت وهي ديبت تحط ديبت، وكاش قلت وهي ديبت تبقى كريدت. ثم بعد كده برشيز ستوكس، طبعا لما اتفقنا قلنا قبل كده ان الستوكس او الجودز او الانفنتوري التلاته معنى بضاعه، لما بنشتريهم بنقول عليهم برشيزز، ولما نبيعهم بنقول عليهم سيلز. فهنا هنقول برشيز في الديبت واكونت بيبل في الكريدت. ليه؟ لان احنا اشتريناها اون اكونت من السلام كومباني، وهنا انا كاتب حتى برشيز ستوكس ان كريدت فروم السلام كومباني. وبعدين بعد كده اشترينا سوري بايد بارت اوف ذا دفعنا جزء من المستحق علينا للسلام كومباني، فالاكونت بيبل الكريدت هندفعها تبقى ديبت بمقدار ال 2000 جنيه، والكاش اللي دفعناه هو ديبت فدفعناه، فالكاش قل فيبقى فين؟ في الكريدت، بنعكس الطبيعه بتاعته. طيب بايد تلتس اكسبنسز 2500، اي اكسبنسز ديبت والكاش بيقل يبقى كريدت، دي مش محتاجه اجتهادات يعني. اخر حاجه ايرنت فيز ريفينيوز ب 5000 جنيه، حصلنا نصها كاش، فيبقى الكاش عندي في الديبت ب 2500، والاكونت ريسيفبل ب 2500، والفيز ريفينيوز في الكريدت ب 5000 جنيه.
هنا بنعمل بوستنج طبعا لفات ده جورنال، بنعمل بوستنج بقى من الجورنال للليجر. طيب اولا في الجورنال انا بعد عدد الحسابات اللي موجوده عندي وبعمل بعددها عدد حسابات في الليجر. يعني انا كانوا في الجورنال 1 2 3 4 وادي 5 6 7 8 9، في 9 حسابات، يبقى اعمل 9 حسابات في الليجر وارحل من كل حساب من الجورنال للليجر بتاعه. طيب انا لو كان عندي في الجورنال بقول مثلا كاش او بيلدينج مثلا وكاش، يبقى البيلدينج في الديبت، يبقى هاجي في حساب البيلدينج واكتب في جانب الديبت كاش واكتب القيمه بتاعت ايه المعامله دي. والعكس بقى، البيلدينج عندي كانت في الكريدت، فباجي في حساب الكاش عندي في حساب في الكريدت، اجي في حساب الكاش وهكتب بيلدينج بالقيمه اللي في الديبت. يبقى انا بعمل بس فكره عكس. فالليجر هنا الميكانيزم هو الفكره بتاعته كلها. فاحنا لو بصينا على السلايد اللي قبل كده تبقى معانا، هنلاقي ان احنا كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين الترحيل بتاعنا اول انتري كان كاش وكابيتال، طيب ب 45000 و 45000. الكاش كانت في الديبت، اوكي، يبقى هاجي في حساب الكاش في الجانب الديبت واكتب كابيتال هاني 45000. طيب وحساب الكابيتال، هاجي في الكابيتال بما انه كان كريدت، هاجي في الجانب الكريدت واكتب كاش 45000. يبقى انا عملت كروس، عملت فايس فيرس، عملت عكس العكس. يعني الديبت رحلته في الكريدت والكريدت رحلته فين؟ في الديبت. تاني كان عندي كاش وكابيتال، الكاش في الديبت والكابيتال في الكريدت، يبقى اجي في حساب الكاش في الجانب الديبت واروح كاتب كابيتال في الجانب الديبت ده. طيب والكابيتال كريدت، يبقى اجي في حساب الكابيتال في الجانب الكريدت واكتب كاش ب 45000. كده يبقى عملنا بوستنج للعمليه دي. طيب لو جيت اشتريت اكويبمنت وكاش، الاكويبمنت كانت في الديبت والكاش والكاش كانت كريدت. الاكويبمنت دلوقتي عندي في الديبت ب 4000، هاجي في الاكويبمنت في الجانب الديبت واروح كاتب كاش 4000، واجي في الكاش في الجانب الكريدت واروح كاتب اكويبمنت 4000، وهكذا. الفكره هي قايمه على كده. لو جينا في الانتري اللي هو بتاع البرشيزنج بيلدينج 140000 ودفعنا 28000 منهم داون بيمنت وعملنا الباقي بالنوتس بيبل، هنلاقي برضو ان احنا هنا عملنا حطينا البيلدينج ب 28000 في الجانب الكريدت للكاش. ليه؟ لان الكاش كانت في الكريدت بكام؟ ب 28. نكتب 28 وقصادها البيلدينج او اللاند وات ايفر هو اللي كان ايه، يعني بيلدينج او لاند ايا كان. ثم الناحيه الثانيه اجي ال 112000 اللي هم النوتس بيبل دول قدامهم ايه؟ قدامهم برضو الاصل ده، فاروح كاتب 112000 قيم وقدامهم يا بيلدنج يا لاند اللي انا اشتريته ايه. ثم بعد كده اجي بقى البيلدنج او لاند ب 140، ايه اللي قدامه؟ قدامه حاجتين 28 و 112، اخد ال 28 و 112 انقلهم بالقيم دي زي ما احنا شايفين في الاكونت بتاع ايه؟ بتاع البيلدنج، وهكذا. هيبقى عندنا الثمان حسابات، كل حساب ليه رصيد. طيب انا بطلع الرصيد ازاي؟ لو انا بصيت هنا هلاقي في البوستنج هنا بجمع الجانب الديبت والجانب الكريدت. يعني انا جمعت الجانب الديبت بتاع الكاش طلع 47000 جنيه و500، الجانب الكريدت لازم هيكون اقل 28 و4 32 و2 34 34 36 ونص، من 47 ونص يبقى فيه 11500. دول الاندنج بالانس، يبقى الفرق ما بين الكبير والصغير هو ده الاندنج بالانس. ولو طلع لك في الجانب الديبت يبقى تودي السهم الناحيه الثانيه في الكريدت، لو طلع لك في الكريدت يبقى تودي السهم الناحيه الثانيه في الديبت. والسهم بيشاور على طبيعه الحساب ايه؟ يعني الكاش لازم يكون ديبت، فلازم هيبقى عندي 11000 يترحلوا الى الجانب الديبت في الترايل بالانس. فعشان كده الكاش من ضمن الاسيتس لازم يكون ديبت، فالسهم يشاور ناحيه الديبت. البيلدنج 140000 لازم يكون ديبت، فالسهم يشاور ناحيه الديبت. الاكويبمنت ب 4000 لازم تكون ديبت، فالسهم يشاور ناحيه الديبت. البرشيزز نفس القصه 3000 ديبت. هنشوف بعد كده في السلايد الثانيه الكريدت بتاعها او بقيه الحسابات هتبقى عامله ازاي.
لو بصينا هنا برضو النوتس بيبل كانت 112000 اندنج بالانس، يبقى والسهم اترحل الناحيه الثانيه في الكريدت. النوتس بيبل ايه؟ لابلز تبقى كريدت. الاكونت بيبل 3000 وقصادها 2000، يبقى الفرق اندنج بالانس 1000، الرصيد ظاهر في الكريدت يبقى مترحل معانا في الديبت، سوري، يبقى مترحل معانا للكريدت. الاكونت بيبل لازم يكون ايه؟ كريدت. الكابيتال 45000 كريدت. الاكسبنسز 2500 ديبت. الاكونت ريسيفبل 2500 ديبت. الريفينيوز 5000 كريدت. يبقى كده يا جماعه لازم كل سهم، لازم كل السهم بيشاور على طبيعه الحساب، يشاور على الديبت لو الحساب طبيعته ديبت، ويشاور على الكريدت لو الحساب طبيعته كريدت. طيب لما يقول لي 112000 نوتس بيبل كريدت، ده معناه ان انا لما اجي اعمل ترايل بالانس هحط النوتس بيبل في الكريدت 112، والاكونت بيبل 3000 او 1000 سوري في الكريدت، والكابيتال 45000 في الكريدت، والتريس اكسبنس 2500 في الديبت، وكان الكاش في اللي فات 11000 في الديبت، والاكونت ريسيفبل 11500 ديبت، والفيز ريفينيوز 5000 في الكريدت. هنشوف ده حالا في السلايد اللي لو بصينا هنا هنلاقي الارصده اللي طلعت لنا 11000 كاش، 140000 بيلدينج، 4000 اكويبمنت، 3000 برشيزز، 112000 نوتس بيبل، اكونت بيبل 1000، والكابيتال 45000، واليوتيلتيز اكسبنس 2500، اكونت ريسيفبل 2500، فيز ريفينيوز 5000، مجموعهم 163000. الجانب الديبت التوتال ديبت يساوي التوتال كريدت، ده الترايل بالانس بالنسبه لنا، وكده التمرين بالنسبه لنا خلص. ان شاء الله باذن الله السيشن الجايه هنحل تاني على التمارين الخاصه بالجورنال والليدجر والترايل بالانس، وبرضه تكون انتوا ذاكرتوا ده واستوعبتوه كويس.